لله اليوم هذه الأثمنة راها تراجعات وجات يعني في المتناول الجميع، من ناحيه ديال يعني شنو المسائل ديال الوقايه اللي اتخذتها والاجراءات اللي اتخذتها اداره سوق الجمله من اجل يعني كفاح ولا المحاربه ضد هذا الفيروس كوفيد 19. يعني كنحاولوا باش نعقموا دابا اي سياره كتدخل كيتم التعقيم ديالها الاطارات ديالها، وكذلك السوق يعني ملي كيتنظف يعني الشركه المختصه في النظافه كتقوم يعني بالرمي ديال واحد الماده يعني معقمه، وتنقوموا يعني بحملات تحسيسيه كيف كتشوفوا هنا الان، تحسيسيه للناس والمرتفقين باش ما يكونش يعني ما يتصافحوش ما يبقاوش مع بعضياتهم، يغسلوا يديهم باستمرار بالصابون. يعني هذه وسائل كامله ومع ملصقات حتى هي كاينه في جميع انحاء السوق. يعني هذه وسائل اللي كان ان شاء الله حنا تنديروها باش نحاولوا يعني نقضيو على هذا الوباء الفتاك. الاثمنه يعني بغي نقول للمواطن انه اليوم يعني اثمنه هبطات المستوى ديالها العادي جدا. البطاطس كتباع بجوج دراهم، يعني غتخرج عند المواطن باربعه دراهم. الطماطم حتى هي هبطات من يعني اربعه دراهم او ثلاثه دراهم الكيلو، غتخرج عند المواطن بواحد خمسه دراهم سته دراهم يعني على اقصى تقدير. الخضر راها يعني كامله متوفره، تزود يعني عادي جدا، ما كاين لا شي تخوف للمواطن. اللي غنقول للمواطن انه يراعي هذه الظرفيه وما يتخوفش وياخذ الاحتياطات ديالو في المنزل كما يعني وفقا للتعليمات ديال الحكومه ديال صاحب الجلاله الله ينصرو. دونك غير المسائل اللي هي التزود او مسائل ديال الخضر راها متوفره، غير يطمئن يشري بعقلانيه. اللي محتاج كيلو ديال البطاطا يشري غير كيلو ديال البطاطا، ما يشريش 10 باش ما يوقعش يعني ارتفاع في الاثمان. وهذا هو اللي كاين، يعني راه نطمئنوا السلع موجوده والاثمنه مناسبه. المناسبه ان شاء الله غادي ناخذوا تدابير اللي غتحمي هاد الاطفال هادو باش ما يكونوش يدخلوا للسوق. هاد السوق الجمله يعني هو مزيان مع الاسف محلول جميع الشرائح، تيعطي فرصه لاي واحد يعني باش يشتغل. يعني عندنا من اصحاب الشاحنات التجار، عندنا من اصحاب يعني البائعه ديال التقسيط هما كيدخلوا هنا يتقداو، وعندنا حرفيين يعني جميع الشرائح الاجتماعيه. وتنحاولوا حنا نراعيو يعني هاد اصحاب الشاريوات هما كاينين، يعني كنحاولوا باش يعني ما نحترموا السلم الاجتماعي، ولكن ما غنتنازلوش بتاتا على المسائل اللي هي صحيه اللي غتقدر تضرب المواطن وتقدر يعني تشكل خطر على المواطنين باكمله. راه ما كاينش شي فرق ب 10 ريال درهم الكيلو، لان الناس هنا فاقوا وعاقوا، فهمتي؟ يعني انا كنصحهم هنا من هذا المنبر المواطنين، الله يجازيكم بخير، راه دابا الصحه ديالكم ما عندها ثمن. هذا سوق ديال الجمله ماشي سوق ديال التقسيط. حنا هذا الاجراء ابتداء ان شاء الله دابا حنا تناقشوا فيه مع السلطه المحليه باش نحبسوا الناس في الباب. يعني السوق الوحده كيتسد، فيعني 12 ما يبقاش الولوج ديال الناس اللي ما عندهمش الصفه مهني، لان هنا راه المهنيين راه الناس اللي تيتقداو باش يعاودوا البيع، يعني على الناس، ماشي واحد باغي صندوق باغي كيلو ديال البطاطا 10 كيلو ديال، لا هذا ما عنده ما يزيد الاكتظاظ. وحنا ماشي في وقت هذا الشيء، حنا ماشي في وقت ديال الاكتظاظ، خاصنا يعني نقصوا من هاد الحركيه باش نقصوا ان شاء الله من الوباء. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.